هنلاقي ان الكون محكوم بارقام في منتهى الدقه لدرجه ان لو في رقم واحد بس حصل فيه تغيير ولو بسيط ده ممكن اصلا يؤدي لان الكون ما يبقاش موجود لا انا شايف ان هي صدفه ليه ما يكونش فعلا في عدد لا نهائي من الاكوان المتعدده اللي يحصل فيه بالصدفه كون مظبوط للدقه الضبط ده والدقه دي يعني تخلينا نقول اكتر ان في انتليجنت ديزاينر ولا دي ممكن تبقى تقول ان الصدفة. كل دي صدفه بحته ان كل الحاجات اتظبط مع بعضها نفس الظبط ازاي لما تيجي تفكر في اصل الكون تبقى كانك بتحاول تتلكك وتدور على حاجه مش منطقيه فقط لتتجنب وجود الله احتمال تاني انه يكون بالصدفه الاله دوت مرجح قوي 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 ان يبقى موجود بحجه الضبط الدقيق وحجه ثانيه بعد ظهور الحياه البشريه على الكون بعد الانفجار العظيم او البيج بانج هنلاقي ان الكون محكوم بارقام في منتهى الدقه لدرجه ان لو في رقم واحد بس حصل فيه تغيير ولو بسيط ده ممكن اصلا يؤدي لان الكون ما يبقاش موجود او ما يبقاش فيه حتى حياه بشريه موجوده على على الارض فدي بنسميها دايما حجه الضبط الدقيق وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقه عن حجه الكوزمولوجيكال Argument او الحجه الكونيه النهارده عندنا حجه تانية اللي زي ما قالت عليها سوتير حجه الضبط الدقيق او الفاين تيوننج Argument ودي ببساطه ابتداها العالم المشهور الكيميائي لورانس هندرسون في سنه 1890 لما كتب كتابه ذا فيتنس اوف انفايرمنت وكان بيتكلم عن انه في شويه ثوابت وشويه ارقام الارقام دي هي بتحكم الحياه على الارض او الحياه في الكون مش بس الكره الارضيه الارقام دي لو اتغيرت بنسبه بسيطه جدا 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 اي درجه تغيير بسيطه قوي 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 دي هتخلي اصلا ما يكونش في حياه على الارض بالظبط واحده من الارقام دي قالها عالم الفيزياء المشهور ستيفن هوكينج في الكتاب بتاعه المشهور برضو بريف هيستوري اوف تايم كان بيقول ان احنا لما توصلنا لنظريه البيج بانج ببساطه النظريه دي قالت لنا ان الكون بدا عند نقطه التفرد دي وان الكون دوت في حاله تمدد مستمر بس النظريه دي لما تكملها بتقول ان الكون دوت المفروض انه هيوصل في حاله التمدد ده لحد اقصى وبعدين يبدا في الانكماش. ستيفن هوكينج بيقول لنا في الكتاب بتاعه انه لو المعدل اللي الكون بيتمدد بيه بعد ثانيه واحده من لحظه البيج بانج كان ازيد برقم هو عباره عن واحد في 100 ألف مليون مليون أنا ما أعرفش دي كم صفر بقى ممكن حد يحسبها واحد في مئة ألف مليون مليون لو الرقم ده كان أزيد بالمعدل دوت كان بقى الكون دلوقتي بينكمش مش بيتمدد كان مستحيل نوصل للحالة اللي احنا فيها دلوقتي تخيل الرقم ده عشان أتخيل الرقم ده صغير قد إيه بيساعدني أوي إن احنا نعرف عدد الخلايا في جسم الإنسان عدد الخلايا في جسم الإنسان رقم كبير قوي قوي فتخيلوا رقم عدد الخلايا في جسم الانسان تقريبا العلماء بيقولوا ان هو 10 اس 12 10 تو ذا باور 12 10 اس 12 وتخيلوا ان عدد الثواني من بدايه الكون لحد النهارده الكون ابتدى من 13.7 بليون سنه من اول ما ابتدى الكون لحد النهارده عدد الثواني لو حسبتها بالكالكوليتر ممكن تحسبوها م. يعني هتطلع 10 اس 20 تخيل ده رقم المفروض ان هو كبير قوي 10 اس 20 ده رقم احنا بقى عندنا شويه ثوابت لو اتغيرت بنسبه اقل يعني صغيره قوي 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 مش كانش فيبقى حياه اصلا نهار. على الارض الكون كان ينهار فمثلا عندنا التمدد الكوني عندنا ثابت ده رقم ثابت معين اكس الرقم دوت اسمه معدل او ثابت التمدد الكوني الرقم ده لو كان اتغير بنسبه ركزوا بقى معايا عشان تتخيلوا واحد على 10 ال 10 دي اس 120 يعني 10 اس 120 تخيلوا ده رقم كبير ازاي لما تحط واحد على ال 10 اس 120 بقى رقم صغير بدل إنتوا فاهمين؟ صح؟ أنا تمام تمام الرقم الصغير قوي لو كانت غيرت بالنسبه دي بس ما كانش هيبقى فيه حياه على الارض اصلا، كان الكون هينكمش ما كانش هيبقى فيه التمدد او كان هيتوسع جدا فكان مش هيبقى فيه هيبقى غير قابل للحياه. لا ده احنا كمان ممكن ننتقل بقى من مستوى المجره للذره بقى، تعالى نبص على مش اكبر حاجه بقى اللي هو الكون والمجرات، تعال نبص على الذرات اللي الحياه كلها معموله منها، لو حد فاكر في حصص الكيمياء الذره اللي احنا اخذناها معموله من نواه، والنواه دي جواها نوعين من <applause> البارتيكلز و... بروتونات ونيوترونات والالكترونات بتلف حوالين النواه احنا بناخد الموضوع ده كانه مسلم بيه بس في الواقع عشان البروتونات دي تفضل قاعده جنب النيوترونات محتاجه لفورس معينه محتاجه القوه <applause> معينه تربطهم وعشان الالكترونات تفضل تلف حواليهم فهي محتاجه القوه ثانيه اضعف شويه تربطهم تخيل معايا لو كانت القوه اللي بتربط البروتونز بالنيوترونز كانت اقوى شويه كان اللي هيحصل هو حاله من الالتحام النووي لكل الخلايا في بعض الفورس دي لو بقت اقوى كل الخلايا او كل الذرات كانت هتلتحم في بعض والحياه تنتهي. والقوه دي لو كانت اضعف ما كانش بقى فيه بروتونز قادره تمسك في النيوترونز، يعني كان ايه اللي هيحصل؟ يعني ما كانش هيبقى عندنا ولا عنصر من العناصر اللي موجوده في الكون دي كلها باستثناء الهيدروجين، يعني ما كانش هيبقى فيه حياه في الكون، فلو فورس بسيطه زي دي طاقه بسيطه زي دي كانت ازيد شويه كان الكون انفجر نوويا، لو كانت اقل شويه ما كانش بقى فيه اصلا ازاي لما نبص لحاجه زي دي نقول ان دي جت بالصدفه ان مفيش مصمم ذكي ورا التصميم دوت او انه في تعقيد التفاصيل دي كلها او الارقام اللي احنا قلناها يعني ساعات بن بنقول انه الموضوع مش ماشي هباء او بالزبط. يعني ان هي ما جاتش كده بعشوائيه لكن لكن الضبط ده والدقه دي يعني تخلينا نقول اكتر ان في انتليجنت ديزاينر ورا فرق. ورا التصميم فرق. اللي حصل ده ويليام بيلي الفيلسوف المشهور بيتكلم كده وبيدي اكزامبل لطيف قوي وده هيشرح لنا الحجه دي هدفها ايه طب انت قعدت تقول انه في ارقام كتيره مظبوطه قوي قوي طب انتوا عايزين تقولوا ايه ان في ازاي ده ممكن يثبت وجود هو بيقول لك الارقام المظبوطه قوي 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 دي يعني كم ارقام كتير على فكره عندنا اكتر من 30 رقم وكل شويه العلماء عمالين يكتشفوا ارقام واضاف عليها كتير جون جرين ضاف ومارتن مارتن رايس عم اضاف ارقام كل كل ما يطلع عالم يضيف ارقام اكتر فهو بيقول لك ايه؟ انه تخيل انه عندنا كم الارقام دي المظبوطة زبطة يعني بالحتوفه يعني ظابطه صغيره قوي قوي <applause> بالظبط يعني هي فعلا اقل من ملي بكتير يعني ظابطه <applause> صغيره قوي قوي دي ده مش يقول لك انه غالبا كان في عقل مصمم او حاجه عايزه او يعني شخص او تسميه كائن عايز يبقى فيه حياه عايز يبقى الارض لايف بيرميتنج بتسمح بالحياه <تصفيق> ولا, <applause> <حياة تصفيق> ولا الموضوع فويليام بيلي فيلسوف مشهور بيقول الحج بيشبهها بقصه بيقول لك تخيل ال... انه انت مشيت في ماشي في حديقه في جنينه وبعدين لقيت ساعه مرميه انت ماشي في جنينه او في, في حديقه عامه بعدين لقيت ساعه وفي الارض ساعه فانت لما تيجي تبص على الساعه دي هل طبيعي ان انت تسال الساعة دي جت منه ولا تقول لا عادي دي ساعة موجودة أكيد يعني مش مهم طلعت طلعت ساعة مش مش لازم نسأل ليه الساعة موجودة هنا ولا يبقى عندك سؤال إيه اللي جاب الساعة دي هنا؟ ليه لأنه وجود ساعة هنا حاجة غريبة لكن لو أنت شفت حجر أو شفت حاجة ممكن ما تسألش م. لكن أنت شفت حاجة يعني الساعه دي حاجه معموله في حد عملها يعني مظبوطه ظبطه بالظبط معقده جدا مش حاجه بسيطه ما انت لقيت حاجه معقده زي دي في نص جنينة محطوطه في الارض هت اكيد هتسال ايه اللي جاب الساعه دي هنا مش معقول الساعه تبقى جت من نفسها مش هتقول يعني. الساعه جت لوحدها طبعا. لكن ده الساعه دي يعني في حد عملها يعني اكيد هتسال ان وراها في واتش ميكر، بالزبط. في حد عمل الساعة دي يعني. وفي حد كان مسبب في وجود الساعة دي مش هتقول إنه دي الساعة موجودة وخلاص بالزبط. يعني نقدر نقول يا أمير إنه كل ما تعقيد التصميم بيزيد كل ما لازم نفترض انه في مصمم فالمثل اللي انت قلته مثلا الحجر ممكن يكون سيمبل شويه ممكن يكون بسيط فممكن ما يدفعناش ان احنا ندور على مصمم ولو أنه هو برضه محتاج يتسال السؤال فيه بس بس لو احنا بصينا على الساعه بتعقدها بتروسها بعقاربها بنقول مستحيل او صعب جدا 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 انه يكون ده شيء اوجد نفسه ديفيد هيوم اعترض على الـ الـ التشبيه بتاع ويليام بيلي دوت وقال انه ما ينفعش تشبه الكون بالساعه بس في الواقع ان احنا لو اخترنا التشبيه دوت فهو عشان الساعه معقده لكن لو انت بصيت على الكون هتلاقي ان تعقيد الكون اكثر بما لا يقاس من تعقيد الساعه واذا كنا نفترض وجود مصمم ذكي ورا الساعه فازاي ما نفترضش وجود مصمم ذكي ورا الكون نفسه خليني كمان أقول لكم إنه أفلاطون وهو بيفكر في فكرة الله أو فكرة الـ 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 الكون من حوالينا كان دايماً بيستشهد بإنه أنت علشان أي إنسان يعني الإنسان إن بيقوده لفكرة الإعتقاد بوجود مصمم ذكي أو حاجة زي كده حاجتين يا إما حاجة داخلية أو حاجة جواه هو نفسية ودي الحجة الأخلاقية مش موضوعنا لكن الحاجة التانية ان هو فكرة حركة الكواكب حركة الكون ده كلها حاجات لو احنا بنبص بن بن عليها او بنحاول نفحصها بشكل ما هنكتشف إن في عقل ما ورا الحاجة دي يعني مم. أنا أبسط حاجة مثلاً حتى ممكن أنا أفكر فيها فكرة أنا مثلاً لو لقيت كمبيوتر قدامي مثلاً مم. الكمبيوتر ده بكمية الداتا اللي عليه بالبروجرامينج اللي عليه يعني منين جبت افترض إن الكمبيوتر ده جاء بالصدفة صدفة. أكيد في مبرمج عمل البرامج بتاعته وحطه وعمل الشفرة يعني أكيد في مصمم للحاجة دي في فيلسوف مسيحي بيدي تشبيه قوي قوي للموضوع دوت احنا كل شويه عاملين نكتشف ارقام اكتر في الكون ظابطاه الظبطه دي بحيث ان يدي حياه فهو قال كده تخيل معايا الاكزامبل دوت تخيل انت عندك ورق كوتشينا ورق كوتشينا وعندك انه انت محتاج تطلع من ورق الكوتشينا دي بتلعب لعبه ومحتاج تطلع مثلا ال ال الرقم واحد الايس محتاج تطلع الايس اوكي وعندك 10 محاولات ولازم عشان تكسب اللعبه دي انك تطلع الايس في كل مره يعني عندك 52 ورقه فردها ومحتاج كل مره لما تختار تختار ايس مم. وهو يعني كل مره تختار تطلع ايس بعدين إن يفنطهم تاني كويس قوي قوي ويعيد تاني محب. كانه عندك مكنه المكنه دي مم. بتفنط الكوتشينه تقعد تفنطها تفنطها بعد كده تفرد لك لو, لو انت تختار عمياني ولما تختار عمياني من غير ما انت تعرف ايه الورقه تفتحها تلاقي ايس محتاج تعمل كده 10 مرات مم. عشان تكسب اللعبه دي مم. تخيل بقى تخيل نسبه ان ده يحصل وبعدين تخيل بجد ان انت لعبت اللعبه دي مع المكنه دي بعدين راح فعلا في ال10 مرات كل مره رحت طلعت ومش بس ايس يعني هو كان بيقول ايس سبيد مثلا يعني آه ايس والشكل ده بالظبط محدده قوي تمام يعني هو نسبه واحد على 52 في 10 مرات كل مره طلعتها وتخيل انت فعلا طلعتهم صح في كل المرات مش ده يقول لك ان اللعبة او الجهاز دوت غالبا ملعوب فيه يعني هي مش مش بتفنط الموضوع بالزبط. لأن غالبا حد عايزك تكسب او غالبا الورق ده مش, مش صمم ان انت مش بالظبط ده بيقول لك بقى الكون اكتر من كده ده بيقول لك تخيل ان اللعبه دي مش بس انت في كل مره فعلا كسبتك واديت لك الايس السبيد اللي انت بتدور عليه هو بس ده بيقول لك تخيل ان بعد ما خلصت اللعبه راحت الجهاز مطلع لك المشروب اللي انت بتحبه الجهاز مش ده يقول لك انه غالبا اللي عمل دوت حد عارفك, عارفك وحد عايزك تكسب وحد يعني عارفك انت شخصيا حد قاصد يكون ولا دي ممكن تبقى تقول إن كل دي صدفه بحته ان كل الحاجات اتظبط مع بعضها نفس الظبط. اعتقد يا احنا محتاجين برده نبص على حاجه مهمه قوي، ممكن حد يقول لك لا انا شايف ان هي صدفه. في مبدا مهم قوي لازم لما نيجي نفكر في حاجه زي كده نتعامل بيه، مبدا يعني قاله واحد اسمه اوكم، عالم اسمه اوكم، وهو المبدا ده بيسموه اوكمز ريزر او شفره اوكم. المبدا ده ببساطه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تخيل معايا ان انت دخلت مثلا اوضه ولقيت فيها واحد مضروب بالنار وميت. ايه التفسير الاكثر منطقيه؟ انه في شخص دخل ضرب الشخص ده بالمسدس ولا ان في 100 شخص ربطوا حبل حوالين الزناد بتاع المسدس وان ال شخص دول جم الاوضه وفي ثانيه واحده شدوا الحبل دوت عشان يبقوا ال قتلوا الشخص ده. احنا اللي ممكن يكونوا حصلوا، بس احنا لما بنيجي نفسر حاجه قدامنا دليل قدامنا مادي بنبص دايما على التفسير اللي بي بيودينا لاقصى طريق, طريق للحقيقه، كاننا بنمسك مشرط ونقطع بيه كل الحاجات اللي انا مش محتاج اضيفها واوصل للخيط الوحيد اللي ممكن يقودني مباشره الى الحقيقه. فاحنا ممكن نسال نفسنا سؤال مثلا ايه الاوقع اللي محتاج تمشي فيه سكه اقصر انه في مصمم ذكي اللي احنا بنقول ان هو الله هو اللي ورا تصميم الكون البديع الرهيب اللي احنا بنشوفه بكل الارقام الفلكيه اللي احنا بنسمعها دلوقتي ولا انه مثلا زي ما الناس بتعترض فيه صدفة. عوالم موازيه والعوالم ديت واحد منها صادف الكون انه يعني انه يتكون بالارقام ديت بالمواصفات دي وبالتالي في حياه بالظبط كده ف... فانت لما تيجي تفكر في حاجه انت في حياتك العاديه بتفت... بتختار اقصر الطرق لان اقصر الطرق هو اكثرها موضوعيه ومنطقيه، ازاي لما تيجي تفكر في اصل الكون تبقى كانك بتحاول تتلكك وتدور على حاجه مش منطقيه فقط لتتجنب وجود الله. يمكن انت عايز تتجنب فعلا وانت تعالوا نشوف عندنا انترفيو لطيف مع شخص شاطر قوي اسمه دكتور رامز، صاحبنا شادي عامل معاه انترفيو، تعالوا نشوف رايه في الموضوع ضبط الدقيق ونرجع نتكلم. انا رامز ازي حضرتك اهلا بيك في ال 15 20 سنه اللي فاتوا العلماء بداوا يقولوا لنا ان في زي مجموعه من الثوابت المظبوطه لدقه غريبه اللي من اللي لو اهتزت لدرجه بسيطه جدا مش هيبقى فيه وجود لحياه ينفع تشرح لنا اكتر عن ايه الكلام ده وعلاقته بوجود الله فعلا الحقيقه انه في خلال السنوات الاخيره العلماء يعني انبهروا انبهار عظيم لما اكتشفوا انه في مجموعه من العوامل كلها منسجمه مع بعض بدقه غريبه جدا من غيرها لا كان ينفع الكون يتكون ولا كان ينفع يبقى في حياه على كوكب الارض فعلى مستويات كتير على المستوى الكوني ما كانش ينفع وعلى المستوى بتاع المنطقة اللي احنا فيها النظام الشمسي نظام المجموعة الشمسية ولا على مستوى الأرض ولا حتى على المستوى الذري يعني على مستوى الذرة ما كانش ينفع على أي مستوى من المستويات يبقى فيه حياة ولا يبقى فيه الكون ده كله إما لو كانت زادت حاجة بسيطة كان الكون يتمدد ويعني بطريقة أسرع من الطبيعية ويبقى ما يتكونش ما يبقاش في الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي او يعني ينكمش على نفسه وبرضه ينهار وما كانش هيتكون بالصوره اللي احنا عارفينها دلوقتي. ينفع تدينا امثله من الثوابت دي ودرجه الدقه بتاعتها؟ يعني يا شادي الفكره اللي احنا بنتكلم عنها بتتقال بالانجليزي فاين تيونينج وفكره الفاين تيونينج متاخده من الالات الموسيقيه الوتريه م. فمثلا يعني الناس اللي بيعزفوا جيتار عارفين انه ينفع تظبط كل وتر لوحده لكن كمان انت محتاج تظبط الاوتار كلها مع بعض بحيث انه كلهم يبقوا منسجمين فده اللي موجود اللي احنا بنتكلم عنه في الكون كله فعندنا مثلا عشان اديلك امثله عندنا حاجه اسمها ثابت الجاذبيه ثابت الجاذبيه ده مهم قوي لانه مش بس احنا بنتكلم على الجاذبيه في الارض لكن في الجاذبيه موجوده كل بالنسبه للقمر القمر بالنسبه للارض والشمس بتجذب الارض والنجوم كلها مثلا في المجره بتاعتنا فعلى كل المستويات معادله الجاذبيه فيها جي الجي okay. ده الجرافيتيشنال كونستانت او ثابت الجاذبيه ده رقم معين ثابت في كل الاحوال مش ممكن يتغير لو اتغير انا يعني مش عايز ارهقك بالتفاصيل الدقيقه لكن لو اتغير بنسبه واحد الى يعني واحد وقدامها عشرات الاصفار مش ممكن الكون يتكون يا يعني اما لو كان اقل الجاذبيه تبقى شديده قوي فينكمش زي ما كنا بنقول او لو كان ازيد حاجه بسيطه يبقى وهكذا في الثابت الكوني الكوزمولوجيكال كونستانت وفي ال بالنسبه للارض مثلا نسبه البخار في الجو او نسبه الـ او في القوه مثلا على المستوى الذره الحاجات بيسموها القوه الضعيفه والقوه الكبيره او القويه weak فورس والسترونج فورس يعني دي حاجات جوه النواه وجوه الذره الالكترونات وعلاقتها بالنواه وجوه النواه نفسها لانه في الاخر دي يعني اكتشفوا انها نبضات من الطاقه الجسيمات الدقيقه دي فاللي بيخليها ماسكه في بعضيها يعني علشان عشان اديلك مثال عمر الكون طبقا لنظريه البيج بانج انه كان ليه بدايه وابتدا في البيج بانج وكده احدث كلام بيتقال هو انه بقاله أربعة 14 مليون أسف 14 بليون أه. آه سنة ده آه بالثواني يعني 10 أس 17 يعني 10 واحد وقدامها 17 صفر فده رقم رقم مهول بس ده ده ولا حاجة بالنسبة لدرجة الدقة اه لما بنتكلم على الويك فورس مثلا القوة الضعيفة آه واح علشان يحصل انه الذرة تتكون محتاج تبقى نسبة الدقة واحد إلى واحد وقدامها مية صفر ودي حاجة ده رقم يعني أنا شخصيا مش عارف أتخيله مش يعني أتخيله جدا أتخيله آه. إزاي يعني موضوع معقد جدا ومش سهل أبدا إنه يكون كل الحاجات دي مع بعض في نفس الوقت دي دي النقطة المهمة الفاين تيوننج إنه كلهم مع بعض شغالين مع بعض بيعملوا في انسجام وتناغم كل الثوابت بنفس الدرجه مش ممكن تنحرف ولا يعني ارقام دقيقه جدا 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 جاي يعني اني للسؤال الجاي أه... نقدر نفسر ايه ايه الاحتماليات للواقع الحياه بالنسبه للدكتور <applause> يعني في كذا احتمال <applause> الاحتمال الاولاني انه يكون هو كده هو كده يعني دي مسألة حتمية يعني لازم الثوابت دي تبقى كده وما ينفعش تبقى غير كده وهي مسألة حتمية الحقيقة انه ده مش حقيقي لانه العلماء بيقولوا انه غريبة قوي انه الارقام تبقى بالشكل ده الثوابت دي تبقى بالشكل ده وكان ممكن تبقى حاجات تانية بس okay. الفكرة ان هما في الوضع بتاعنا هما بالطريقه دي. ومظبوطة بالظبط. ومظبوطة جدا، ففكرة الحتمية دي ما تنفعش. اوكي. آه مثلا احتمال تاني انه يكون بالصدفة. طبعا حكاية الصدفة دي حكاية مضحكة بالنسبة لي لأنه آه لو سألتك عرف لي إيه هي الصدفة؟ الصدفة في الحقيقة هي حاجة أنت بتوصف بيها حاجة أنت مش فاهمها. بالزبط. أو حاجة بتحصل أنت مش م. فاهمها، وعلشان كده الناس مثلا اللي بيقولوا إن الكون اتكون بالصدفة المادة والفضاء والزمن مع بعض بالصدفة اتجمعوا في وقت معين كلمة صدفة دي يعني ازاي اوصفها توصيف علمي مفيش الكلام ده دي من ناحية مع... من ناحية تاني ف فيش غير احتمال ثالث غير الحتمية والصدفة هو انه يكون في مصمم صمم ال... الكون بالطريقة دي بالثوابت دي بهذه الدقة علشان يطلع بالصورة اللي احنا شايفينها النهارده. طب في مجموعة من العلماء حاولوا يطلعوا بره اللي هم الثلاث احتماليات دول وقالوا ان اخترعوا حاجة او قالوا حاجة اسمها المالتيفيرس يونيفيرس، ليه ما يكونش فعلا في عدد لا نهائي من الاكوان المتعددة اللي يحصل فيه بالصدفة كون مظبوط للدقة دي؟ يعني فكرة المالتيفيرس يعني فكرة تبدو انها مقنعة بس في الحقيقة لازم هنرجع نوصل ل يعني هما بيقولوا انه في زي آه تخيل معايا انه في مكنه معينه بتطلع اكوان متعدده لا نهائيه واحتمال آه واحد من الاكوان دي انه يطلع هو بالدقه الفظيعه دي واحنا بالصدفه طلعنا على هذا الكون آه يعني في الاخر لازم توصل انه اذا كان الكون اللي المفروض يعني يطلع مظبوط قوي كده ده محتاج كل هذا الكم من الضبط الدقيق فما بالك بقى المكنة اللي طلعت ال 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 الكون ده دي برضو دي محتاجة عدد اكبر من الضبط علشان يطلع الدقة دي فهي هو تحايل على الموضوع هو بس بيرجعوه لخطوة لورا بس انت برضو لازم تسال السؤال طب وهو مين اللي عمل المكنه اللي بتطلع م. الاكوان دي فيعني هي محاوله للهروب من فكره وجود الله لكنه الحقيقه وجود الله هو التفسير الوحيد المنطقي المقنع بالنسبه لي انه الكون يطلع بهذا الضبط الدقيق شكرا يا رب. كانت حجة تانية لوجود ربنا. حجة بتقول انه يمكن الكون ده مصمم، يمكن هي مش صدفة، يمكن غريب قوي انك تصدق ان الكون اوجد نفسه بنفسه او الضرورة هي اللي اوجدت، يمكن يكون غريب شوية ان انت بتحاول تطلع حاجات وادلة وخلاص عايز تطلع اي حاجة عشان تثبت انه او تنفي وجود هذا الاله. في الاول وفي الاخر الاله دوت لو هو موجود فعلا هو يقدر يتكلم عن نفسه. و... وانا مش جاي اقول لك انه الحجج والحاجات الفكريه المعقده هي دي الحاجه اللي يعني خلاص اللي هتقطع كل الشك وهي دي الحاجه اللي هتوصلك لكن دي حاجات بتقربك اكتر الحقيقه في الاول وفي الاخر انت لو رافض او ارادتك مش عايزه ما اعتقدش انه الحجج الفكريه دي هتعرف توصل او تغير حريه ارادتك لكن في الاخر لو الشخص اللي احنا بنتكلم عليه دوت بحججنا بكده هو موجود فعلا فهو مش محتاج حد يدافع عنه قوي او يقعد يطلع له حجج لوجوده لكن هو قادر انه يتكلم عن نفسه لو انت شخص جاد وطالبه بحق لكن اللي بتحاول تعمله اللي احنا بنعمله دوت حاجه اسمها زي الدفاعيات احنا بنحاول نشيل من قدامك العواقب او الحاجات اللي بتخليك بتقول بتطلع على نفسك انه طب ده اكيد مش موجود في ادله كتير في حجج لسه كتير اتكلمنا عنها وحجج تانية هنتكلم عنها اكتر الاله دوت مرجح قوي 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 ان يبقى موجود بحجه الضبط الدقيق وحجج ثانيه لكن السؤال هل انت جاد في طلبك هل انت جاد في بحثك؟ كمل في رحلة الحياة ورحلة البحث دور بحق دور على الإله